سائل يسأل هل يجوز الحلف بالقرآن أم لا يجوز؟ الحلف بالقرآن الحلف بالقرآن. نعم يجوز بالقرآن لأن القرآن كلام الله، واليمين تكون بالله وبصفة من صفاته، والقرآن من كلامه من صفاته، يجوز أنك تحلف بالقرآن أو تحلف بآية من القرآن لأنها كلام الله عز وجل صفة من صفات الله. نعم. سائل يسأل ما حكم إداء النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة، الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، أدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، أنها صفة من صفاته سبحانه. نعم.